دكتور، يعني الحقيقه موضوع تاخر الانجاب هو الموضوع خلينا نقول انه دايما بنسال فيه، ودايما عندنا يعني خلينا نقول حاجات مغلوطه ومش فاهمين حاجات، دايما تساؤلات كتير. هنا يا دكتور لما بيحصل تاخر انجاب امتى انا اقلق وايه هو تاخر الانجاب؟ كلمني عنه اكتر. طيب، هو سؤال حضرتك مهم جدا للساده المشاهدين وبيقابلنا كل يوم في العيادات ومع الناس. فعلا امتى الست تقلق ان في تاخر انجاب؟ هو تأخر الإنجاب مصطلحه العلمي هو عدم القدرة على الإنجاب للزوجين فترة أكثر من 12 شهر، يعني عام كامل. في اكسبشن طبعا معينة لحالات نادرة هنتكلم عليها دلوقتي، يعني إمتى الست تقلق لو لسه حديث الزواج عريس وعروسة، إمتى يروح الدكتور يفكروا يروح بعد 12 شهر. بيجي الناس طبعا بتيجي بعد شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولسه متجوزين. طبعا بننصحهم لو الدنيا كويسة ولا حاجة، إمتى بنبدأ في الفحوصات الطبية ونقلق؟ بعد 12 شهر وما حصلش قدرة على الإنجاب أو حمل، حتى لو حصل سقط والحمل ما كملش. يعني في خلال السنة دي لو حصل إن هي سقطت عادي، دي حاجة بصالحها. أوكي، تمام، حتى لو سقطت. طيب، الحالات اللي إحنا ما بنصبرش عليها حالات معينة. لو الزوجة عمرها أكثر من 35 سنة. أوكي، في الفترة دي سن الزوجة بالذات بتبدأ البويضات نفسها الخصوبة تقل بكيرف انحدار عالي جدا بعد ال 35، دي ما تستناش اكتر من 6 شهور اول ما تتجوز تجينا على طول. حالات تانية زي مثلا احد الزوجين كان متزوج قبل كده وعنده مشكله وانفصل عن زوجته الاولانيه، او هي الزوجه انفصلت عن زوجها الاولاني بسبب مثلا كان عندها مشكله من تاخر حمل معلوم. مجرد ما تتجوز تاني ما تاخرش، تاخر ليه؟ حتى لو عندها مثلا 25 سنه ليه؟ تمام. والله عنده نسبة شهوات عالية في الحياة المنوية، عنده ضعف في وإلا في الحركة والعدد، عندها مثلا ورم ليفي كبير مأثر على 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 على, 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 على الرحم واستقرار الحمل، كان قبل كده في الحمل السابق عندها إجهاض متكرر غير معلوم السبب. تمام تمام. طب يا دكتور حضرتك قلت بعد سنة، هنا طبعا بيتم خطوة الفحوصات للزوجين، يعني مش بس الزوجين طبعا. اوكي، دي نقطة مهمة. طبعا، يعني ما تجيش مثلا واحدة جايبة حماتها او جايبة مامتها وجاية من غير الزوج، لا طبعا. بننصحهم الزيارة اللي جاية لازم الزوج يبقى موجود حاضر، والكلام هما الاثنين دي حياتهم. المشكلة تحدد المشكلة، دايما صعوبة الطب دايما في التشخيص اكتر من العلاج. تمام. طيب يا دكتور احنا عايزين نعرف ايه هي اسباب تأخر الحمل. تمام. او الانجاب، وحابب بقى تعلي لنا على الصوره اللي معانا. طيب، هو تاخر اسباب تاخر الحمل، لا دي صوره تعبيريه كده عن الحقن المجهري. تمام. في صوره ثانيه كانت كاسات المبايض مع حضراتكم في الاستوديو. طيب، اسباب تاخر الحمل عندنا ميل فاكتور، عوامل خاصه بالزوج. وفي ميل فاكتور خاصه بالزوج. الزوج له حوالي 4 كرايتيريا كده، 4 اسباب مهمين جدا. اول حاجه كميه يعني تحليل السائل المنوي، بنعلق على 4 نقاط. كمية السائل المنوي ما يقلش لا دي صورة تكاثر مبايض. ماشي، هنرجع. في صورة تانية معانا. هنجي لها دلوقتي. دي أحد أسباب تأخر الحمل، تكاثر مبايض، الصورة اللي جاية. أوكي. تمام؟ خلينا نتكلم عن الأسباب العامة دلوقتي. أسباب. بالنسبة للزوج كمية السائل المنوي ما تقلش عن 2 مللي. النسبة الطبيعية من 2 ل 7 مللي مثلا. نسبة اللزوجة ما تزيدش عن 30 دقيقة، دي حاجة مهمة جدا في التحليل. عدد الحيوانات المنوية ما تقلش عن 15 مليون. تمام. في الملي. نسبة الشوهات ما تزيدش عن 70%. تمام. ده بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة أسباب التأخر الحمل للزوجة، أول حاجة ضعف التبويض أو انعدامه في حالات معينة. كان مثلا أحد المبايض فيه مشكلة وراثية أو جينية، او في تكيس مبايض زي الصوره اللي جت من شويه قدام حضراتكم دلوقتي. دي طبعا من 70 ل 80% من ضعف التبويض او انعدامه او تاخره بسبب تكيس المبايض في المجتمع دلوقتي. دي يعني تكيس المبايض يعتبر من اهم الاسباب. طبعا طبعا. اي واحده النهارده عندها حبوب شباب زياده في وشها عند سن البلوغ، الصوره معانا يا دكتور، عندها شعر زائد في جسمها، الدوره بتيجي مثلا كل 3 4 شهور نقط. دي توجه لطبيب فورا حتى لو انسه ما اتجوزتش، لان الحاجات دي بتزيد مع السن. دي صوره للمبيض، بتبقى البويضات الفولكس اللي هي السوداء الدايره دي. دي المفروض انها بتبقى زي البيرل شيب كده تحت الكبسول بتاع الاوبري، والاستروما دي بتبقى زايده شويه. الاستروما اللي جوه دي حاجه اسمها نسيج الدم، دي حاجه اسمها سيكوزيس، يعني بتبقى هرمون الذكوره عاليه شويه في الحالات اللي زي دي. هنا عندها شعر زائد في جسمها مثلا او حب شباب. دي احد الاسباب بالنسبه للزوجه. اسباب ثانيه هنيجي لها، الانابيب الرحميه.
دي مهمة جدا بالنسبة للزوجة، لأن دي هي اللي بيحصل فيها الإخصاب في المراحل الأولى. لا إما الأبوة نفسها مش موجودة أو مسدودة، أو في بتاعة تراحم مهاجرة قافلها من بره، أو الأبوة نفسها وظيفيا مش سليمة، ما بتفرزش النيوتريشن بتاعها عشان تغذي الجنين في مراحله البدائية. حاجة تالتة، لو هننزل للرحم نفسه، الرحم تجويفه نفسه فيه مشكلة، في حاجز رحمي، في رحم ذو القرنين، فيه ورم ليفي مأثر على الرحم وعامل له احتقان او بيسبب للست اجهاض متكرر. عندنا مشكله بعد كده الحاجات اللي هي عنق الرحم نفسه، لو الست عايزه تحمل طبيعي عنق الرحم من الحاجات المهمه جدا، ان الحاجات المياه بتتجمع فيها اول 6 ساعات وبتتغذى وبيحصل لها حاجه اسمها كاباسيتيشن. اوكي. ان بيبقى لها القدره على الاخصاب بعد كده. تمام. الحاجات دي لو عنق الرحم فيه مشكله او فيه انسداد او فيه عيب خلقي او فيه التهابات مزمنه او ستك عندها قرحه وكوتها قبل كده، يعني مواويل كتير. اسباب كتير جدا. اسباب كتير جدا. احنا بنركز على الحاجات الاساسيه. ست عندها هرمون اللبن عالي شويه. بحرك ازاي؟ كل الحاجات دي لها علاج متاح، بس نكتشفه بدري. تمام. طب يا دكتور، عشان نعدي بقى بخطوه العلاج، اكيد في خطوه اهم قبلها، بخطوه التشخيص هنا والتحاليل الاشعه المطلوبه. تمام. عشان نقدر نحدد سبب المشكله. حضرتك بقى كلمني عن ايه هي التحاليل والاشعات المطلوبه لمعرفه السبب. تمام. الزوج بنعمله تحليل سائل منوي ونطمن عليه، لقيناه كويس خلاص بنشوف الزوجه. في تحاليل عامه شويه بنعملها من ثاني او ثالث يوم الدوره، تحاليل الهرمونات العاديه لاي واحده اكيد عملتها في حياتها او راحت للدكتور حصل لها تاخر انجاب، هرمون الاف اس اتش والال اتش وهرمون اللبن. دي حاجه. حاجات اعلى شويه ان احنا بنتابع التبويض بالسونار ومن اليوم 7 والـ9 والـ11 أو الـ13، وبعد الحاجات شوف نمو البويضه نفسها والامداد الدموي اللي رايح لها، وبطانه الرحم بتتناسب انها بتكبر طبيعيا مع البويضه. بطانه الرحم دي هي البيت اللي الجنين هينزرع فيه لما البويضه تطلع من المبيض. بطانه الرحم دي كويسه، وثلاث طبقات قبل التبويض وبعد التبويض الدم اللي رايح لها بالدوبلر كويس. الحاجات دي كلها بنتابعها مع الست. في حاجات اعلى شويه للسيدات اللي عندهم مثلا مشاكل بقى زي ما قلنا حضرتك، كانت الموضه اللي كانت من شويه دي. دي طبعا الصوره معانا ده. الصوره معانا من دي بتاعت رحم مهاجره. الصوره اللي قبلها اللي جت من شويه اللي اتكلمنا عليها. دي مثلا ممكن نلجا ان احنا نعمل لها مثلا منظار تشخيصي، نشوف والله هل هينفع مثلا نعالج الثقات دي او نعالج التكيسات الزايده في المبايض ونكويها بالليزر او بالدايثيرمي بشروط معينه. هنفك الاسرات حوالين الانبوبه وهنعمل تيست للرحم والمبايض وهيحصل حمل طبيعي ولا لا. في حاجات بعد كده اعلى شويه، بس دي بنركز عليها للحالات اللي عندها مثلا فشلت في الحقن المجهري قبل كده او عندها اجهاض متكرر. حالات برضو صعبه شويه، بس ما بنلجاش للتحاليل الغاليه دي عشان برضو نوفر على الست وقت. يعني العيين دايما اللي بيجوا بتشتكوا مثلا من تاخر الانجاب غالبا استهلكوا مثلا ماديا ووقتيا ونفسيا طبعا، فبتبقى في اولويات للفحوصات والاشعات. يعني هنا يا دكتور بيكون للحالات العامه بيكون في تحاليل معينه، تقييم العادي جدا تروح عند دكتور بيعمل لها سونار على الرحم والمبايض في مواعيد مثلا معينه. لا هتيجي في مواعيد مثلا فعاليكي في يوم مثلا كذا من الدوره نبدا البويضه ظهرت ولا لا، هنعد الانترال كاونت الفولك في مواعيد شغاله. لا حاجات كده عامه بالسونار، حاجات كيميائيه عن طريق الدم اليوم الثاني او الثالث. دي حاجات كلها بتديها تجميعات معينه. الست دي كفايتها قد ايه؟ حاجات بقى ادفانسد شويه قوي اللي احنا بنلجا فيها زي ما قلت لحضرتك، مثلا التحاليل مثلا زي الستات مثلا عندهم زيبه حمراء، عندهم مثلا صدفيه، عندهم مثلا اجسام مناعيه. تمام. هي شاكين انها عملت لها السقط المتكرر ده، واحده جات لها سموم حمل كتير جدا او جات لها حاجه اسمها فيزيكولار مول حمل عنقودي. بنلجا طبعا للحاجات الادفانسد دي عشان نعرف نعالجها بعد كده حتى لو غاليه عشان نوفر على الست. طيب في حالات كتير بتخش الاقساط مساعد على طول. تمام.